لا طب بالراحة عليك، واحدة واحدة. عادي. أجي منين يعني؟ حاضر. فرحة وزغاريت هنا في محافظة المنوفية، محافظة المنوفية كلها فرحانة النهاردة علشان الأولى على الجمهورية بنت المنوفية ملك عبد الفتاح. هنسمع زغروطة بقى ونتكلم مع ملك. اتفضلي. من ماشي. خالتها اتفضلي. الله يسلمك. قولي لي بقى انت عرفتي ازاي؟ انا كنت بس لسه بندور على مؤتمر على التلفزيون وكده، فانا فتحت صفحه وزاره التربيه والتعليم على اساس ان انا اشوف المؤتمر بدا ولا لا. بعدين هو طلع فيديو، فانا بقلب على اساس ان انا اشوف بقى في ايه في الفيديو والوزير خلص على ايه وكده. قلب وانا بقلب لقيت صورتي. كملي. يعني انت عرفتي بالصدفه؟ انا كنت بس مستنيه اشوف المؤتمر خلص ولا لا، والنتيجه بتاعتنا تظهر بعد المؤتمر ولا لا وكده. وبعدين فاجئت في صورتي والاولى. فاجئتي ناديتي لباباكي ومامتك؟ هما كانوا قاعدين معايا بقى، فكلنا قلنا مع بعض بقى. انت نمتي من امبارح للنهارده؟ لا ما نمتيش. ملوكه يا ملك، الف مبروك يا ملك. الله يبارك. احنا دلوقتي كل الناس شايفينك يا ملك، احنا تقريبا شايفك 102,000. قولي لنا بقى يعني فرحتك النهارده كانت ايه؟ وانا لحد دلوقتي لسه بحاول استوعب الموقف اللي انا فيه والله، فالحمد لله على كل شيء يعني. قولي لي اول حاجه فكرت فيها اول ما حصلت على النتيجه على طول. لا وانا ما فكرتش، انا مش هتدمج دماغي. الف كويس من الفرحه. ايوه لحد دلوقتي بجد والله. قلتي لوالدك ووالدتك ايه؟ هما كانوا قاعدين معايا، هما فجاه لقوني بنط وبصوت وكده. طب انت عملتي ايه بالظبط يا ملك؟ انا كنت قاعده. انت كنت متوقعه انك تطلعي من الاوائل بس مش الاولى؟ لا ماما هي اللي كانت بتقولي، بس انا كنت مستبعده الاوائل خالص، كنت مستبعده الاوائل خالص. انا كنت بقول يعني ان شاء الله ربنا يكرمني بمجموعه كويسه ان انا ادخل الكليه اللي انا عايزاها، بس ما كنتش حاطه احتمال الاوائل خالص. ما شاء الله، يعني الف الف مليون مبروك يا ملك. يعني الاولى على الجمهوريه دي حاجه يعني كبيره قوي 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 والله. يعني الحمد لله. اول حاجه عملتيها بعد ما عرفتي ايه؟ وانا من ساعتها لحد دلوقتي لسه ما لسه ما عملتش والله، لسه بحاول استوعب الموقف بس. كل الناس هنا مبسوطه بيك يا ملك بجد، بقول الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك بجد. يعني المنوفية يعني كان بيطلع فعلا برضو عندنا الأول على الجمهورية، بس لما يكون بنت بقى بتختلف شوية عن الناس. قولي لي بقى، أنت بتهدي النجاح اللي أنت فيه ده لمين؟ أهم حاجة توفيق ربنا طبعا قبل كل شيء، وفي نفس الوقت دعم ماما وبابا وإخواتي وصحابي اللي أنا كنت بروح لهم في أي موقف. أنا كنت بحس نفسي إن أنا مش عايزة أكمل أو كده، فهم كانوا أكبر دعم لي طول السنة. والمدرسين طبعا هما كانوا بيشجعونا سواء بطرق المذاكره الجديده، او يعلمونا ان احنا نذاكر ازاي او نحل ازاي وكده. وفي نفس الوقت دعمهم لنا طول السنه سواء كانوا يشجعنا او ان هما يحاولوا يطمنونا او كده. تدي بقى النصيحه بتاعتك للي لسه موجودين على الثانويه العامه، يعني الطلبه اللي لسه هيدخلوا ثانويه عامه، تقول لهم ايه؟ هو اهم حاجه توفيق ربنا، فنخلي علاقتهم مع ربنا كويسه ويكون مخلصين النيه لربنا، يعني ان هما كل حاجة يعملوها يكون حاطين ربنا قدامهم. في نفس الوقت ان يكون كل واحد واثق من نفسه ومن قدراته، يعني مش كل اللي كان ذكي جاب، ومش كل اللي كان مش قدراته اللي عالية قوي ما جابش. فأهم حاجة اللي هو يكون يعمل اللي عليه ويجيب اخره يعني في المذاكرة وكده، وتوفيق ربنا. يعني انت عملتي اللي عليكي وما كنتش متوقعة انك تطلعي الأولى، بس الحمد لله ربنا كرمك. الحمد لله. الحمد لله. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. هننتقل بقى لوالدة ملك بقى، خدي عشان أنا هوصل المسألة عشان بس الشبكة. قولي لنا بقى ملك، كانت بتزهقك كل حاجة؟ لا 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 ما شاء الله يعني. ما شاء الله. ملك كام في اخواتنا؟ ثلاثة. قولي لنا بقى، معلش الشبكة بس بتقطع عندكم. قولي لنا بقى بالظبط ملك ترتيبها، انت قلتي التالت الأولانية في سنة كام؟ علوم كيمياء. خلصت كلية علوم كيمياء. يعني دي كانت تالت تجربة بالنسبة لك؟ كانت جايبة ما هي كانت 96 برضه، كانت متفوقة برضه يعني، بس هو بقى التنسيق يعني كده. الله يبارك فيك. والتانية كان جايبة 97.5 أسنان، دخلت أسنان طنطا، خلصت السنة دي الحمد لله ما شاء الله بتقدير امتياز يعني، الحمد لله ما شاء الله. ربنا يخليهم لك. أنا سمعت برضو إن حضرتك بتشتغلي، بتعرفي بقى توفقي إزاي ما بين الشغل بتاع حضرتك وال الحمد لله ما شاء الله متفوقين؟ الحمد لله توفيق ربنا بقى وتعود بقى. أنا يعني طبعا هما في الأولوية وبرضه، بس الحاول الواحد بيحاول بقدر الإمكان ما يأثرش في أي جانب، وبرضو وبرضو للسيدات اللي أولادهم مقبلين على الثانوية العامة، تقول لهم إيه؟
بس احسسهم بحبكم وخوفكم عليهم، وربنا يوفقهم ان شاء الله. يعني ما تضغطوهمش، بلاش الضغط، بلاش يا كلمة رب زيك، يا رب يا حبيبي. بلاش تعصبوهم، يعني سيبوهم، اعملوا لهم جو هدوء، هدوء بس. بالك بقى كانت بتقول لنا اللي هي نفسها في منحة بره، اه دي اللي اسمها البلد. قولي لي بقى انت عايزة ايه ملف بالظبط، منحة ايه اللي انت عايزاها؟ لا انا اول ما دخلت الثانوي يعني قريت عن الموضوع ان هو في كذا حد قدم يعني على منحة بره مصر، سواء في كذا دولة يعني. انا كنت بصيفة عاملة ايوه حساب على كذا دولة ان انا هقدم عليهم ان شاء الله يعني بعد الثانوية، حتى لو المجموع ثواني يعني ثواني عشان في ما كانش قد كده، بس كنت قايلة ان انا هقدم عليهم يعني. بس ان شاء الله ده اللي هقدم عليه السنة يعني الفترة الجاية. ربنا يا رب يوفقك يا ملك بجد، الله انت فخر المنوفيه. الله يخليك وجيه والله. بقى كلمه لكل الناس اللي شايفيننا دلوقتي، لكل الناس اللي كانت بتدعي لك، ولكل المدرسين بقى كويس. شكرا لاي حد والله، يعني انا كنت ماشيه الفتره ديت كل ما اشوف حد ايوه لازم يدعي لي، ما ايوه كنتش بالظبط بسيب اي ايوه حد يعدي من غير ما يدعي لي، فده الحمد اهم لله. جيتي حاجه. في الفيزياء كنت عامله ايه في الفيزياء؟ الفيزياء كنت شايفه طب سامي الامتحان تخلصي طويل قوي، على طويل اه قوي، فيه هيخلصي افكار كتير اللي حلتيه كله طبعا، مش كله يعني. لا يعني بس الحاجات اللي هي يعني المجموع بتاعك، حتى لما نقول مثلا هيبقى ناقص حاجه بس هيبقى في الفيزياء تقصدي؟ لا في الاحياء، في الاحياء انا بتدرسي في متاكده. الاحياء. انا متاكده ان انا مش طيب الدرجات، بس انا بس عارفه انها الاحياء. بس الفيزياء الامتحان طب طويل بس وفي انا نفس معاكي الوقت في الباقي محتاج عشان معايا تركيز. بس طب نظام التعليم بالنسبه لك نظام التعليم بالنسبه لك كان ايه؟ هو الفكره بس ان كان في مدرسين بيقولنا محتاج حفظ، ومدرسين تانيين محتاج فهم وكتاب معانا، هو كانوا بيناقضوا نفسهم. فالفكره ان هو النظام محتاج الاثنين، يعني ما ينفعش يكون حد فاهم من غير ما يحفظ وحد حافظ من غير ما يفهم، فالاثنين كانوا مهمين جدا. يعني انت نظام التعليم بالنسبه لك ده يعتبر كويس؟ نظام التعليم كل بالنسبه نظام لك ليه مميزات وعيوب، بس الحمد لله يعني ربنا وفقني في النظام ده. النظام ده كان كويس بالنسبه لك؟ اه الحمد كنت حاسه ان هو سهل وكويس كده معاكي؟ هو الفكره ان انا كنت بلاقي صعوبه في الاسئله، بس انا كنت قلت خلاص بقى هي صعبه عليا صعبه على الكل، فانا مش هعقد نفسي من حاجه هي علينا كلنا. فالفكره ان اللي عايز يمشي او عنده هدف يعني وكده بيمشي في اي نظام. يعني اللي هيبقى مثلا ان شاء الله في الثانويه العامه السنه الجايه ونظام التعليم بالنسبه له، انت تتوجهي له نصيحه تقول له ايه؟ اللي هو النظام مش محتاج، يعني في ناس بتقول محتاج فهم بس وكتاب معانا، وفي ناس بتقول محتاج حفظ، فاللي هو النظام محتاج فهم وحفظ في نفس الوقت، ما ينفعش يكون حد عامل ده من غير ده، عشان ما يتشتتش وهو بيذاكر او ما يتشتتش وهو بيحل اسئله، وفي نفس الوقت الرغبه في الامتحان مش هيخليك ان هو بيدور على معلومه او يفتح الكتاب او كده. الفكره بس الكتاب كان معانا كمساعده لحاجه نسيناها او كده. تمام. ملك الأولى على مستوى الجمهورية النهاردة احنا كنا معاها في لقاء خاص، هتقول لنا برضو يعني آخر حاجة بقى هنتكلم مع ملك فيها، تهدي كلمة لباباكي ومامتك كده في السريع تقول لهم ايه؟ ربنا يخليهم ليا والله، يعني يعني فرحة شيء، فرحة ان انا شايفاهم فرحانين دي اهم من الخبر نفسه والله. احنا طبعا كان نفسنا